السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير هاني، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم بغيت نشارك معاكم واحد الوصفه ديال الوجه، وصفه طبيعيه. نبداو على بركه الله، نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبداو على بركه الله. عندنا واحد الحبه ديال مطيشه، عندنا واحد نص خيارة، عندنا الحليب ديال نيدو، عندنا اللبن. غناخدو الخيار ومطيشة، غادي نحكوهم بالحكاكة، وناخدو مطيشة ونحكوها بالحكاكة، نطلقهم. بعد ما حكينا ديك نص خيارة ديالنا وحكينا مطيشة، دابا غادي نصفيوها. بغينا غير الماء، غنصفيو الخيار هي وصفة رائعة، كتصفي الوجه وما كتخلي لا كلف لا كحولة لا حتى حاجة، وصفة طبيعية وزوينة بزاف. نشدو غير الماء ديال الخيار، دابا غادي ناخدو مطيشة غادي نصفيوها، غناخدو غير الما ديالها حتى هي. الخيار ولا مطيشة مزيانين كاع الوجه، غدير غير الخيار بوحدو وكيحيد حتى هو ديك الكحولة تاع الشمس، تيحيد الشمس كاع كيما كانت، متيخليهاش. مطيشة حتى هي مزيانة، كتاخدي نص حبة ديال مطيشة حتى هي ودير معاها السكر، كتبقى كتقشر بيها يديك الوجه حتى هي مزيانة ليه. ناخذ دابا معلقه ديال الحليب مجفف تاع نيدو، المهم المقادير، الا درتي معلقه ديال الحليب ديال نيدو
غديروا معلقه ديال الخيار، غديروا معلقه ديال ماتيشا، درتو جوج معالق ديال النيدو، غديروا جوج معالق ديال ماتيشا، وديروا جوج الماء ديال ماتيشا، وجوج معالق ديال الماء ديال النيدو، وجوج معالق ديال اللبن. دابا غادي نهزو معلقه ديال النيدو ديال الخيار، ونهزو معلقه ديال ماتيشا، الماء ديال ماتيشا، وغنديرو معلقه ديال الحليب ديال اللبن، معلقه ديال اللبن، وغادي نخلطو. رائعة جدا، مجربة، جربوها وردوا لي الخبر بلا حتى حاجة، وصفة طبيعية. هانتوما حضرها غير في الليل، خليها الى بغيتي تخليها في وجهك ليله كامله ماشي مشكل، بغيتي تغسليها ماشي مشكل، بغيتي ديريها بنهار ماشي مشكل، غير هي انها ما تبقاش ديريها في الشمس، كتحيد كاع ديك الكحوله ديال الشمس، ما كتبقاش، كتصفي الوجه. تنقولها لكم لانها مجربه، والله العظيم الا مجربه، كنتمنى منكم باش تجربوها تردو عليا الخبر. هي راه جات شويه خفيفه، غادي نزيدها شويه ديال النيدو شي شويه باش تلقى تزيد تقال. كنتمنى منكم باش تجربوها، تنتمنى منكم فضلا وليس امرا باش تلقاو تدعموني وتزيدو تدعموني باش نزيد نعطيكم مازال عندي ما نعطيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هيا النتيجة الأخيرة ديال الخلطة ديالنا، تتجي شوية تقيلة شوية، يمكن لكم ديروها بالليل، ديروها بالنهار، ولا هي مبقاوش ديروها في الشمس، حيت تبغي تخرجي غسلي وجهك بالصابون، وديري ليك خون ديال الشمس، وخليها المدة اللي غتخليها خليها ساعة ولا نص ساعة ولا داكشي اللي. العظم لا هي مجربة وزوينة بزاف، هي وصفة طبيعية، وديري القياس اللي بغيتي وديريه في الثلاجة وقت ما بغيتيها، ما كتخسر ما تيطرى لها والو. نتمنى تعجبكم تجربوها، تنتمنى منكم فضلا وليس امرا باش تدعموني وتزيدو تدعموني باش نزيد نعطيكم مازال عندي ما نعطيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.